تخيلوا سألني إذا في حدا بحياتي، قلت له مو بالضبط، يعني ما عطيته جواب لهلأ. لك يا عيني عليكي، جاي على بالي امسح فيه الأرض، يمكن أعطي فرصة تانية ويمكن ما يعجبني أبدا وألعه. طيب لمين رح تعطي هالفرصة أو ما تعطيها؟ كيف لمين؟ يعني قصدي إنه ما في حدا عم يحاكيكي، مو هيك؟ لا والله ما في هيك حدا، وأنا هذا قصدي حياة، إنه ما في حدا أبدا. صح، أسيل معها حق، إذا بقيت القصة على الحكي أكيد رح تفقد المصداقية بعد كم يوم. الحكي على التليفون والغزال ما رح يفيدوكي لإمتى يعني حياة؟ شوفي بدك شاب حقيقي من لحم ودم، شاب يمسك إيدك وياخدك مشاوير، ووقتها بتشوفي إنه هداك الأهبل بس يشوفه رح يموت من الغيرة ويجن، وبأكد لك النتيجة مضمونة. إيه بس أنا منين بدي جيب هالشاب اللي رح يلعب دور الحبيب؟ ممكن ما حدا يتطلع فيني إلي؟ أصلاً ما رح يطلع معي شي بنوب. بالنسبة إلي لا تواخذيني، ما عندي غير كرم. شو رح نعمل لك؟ أنا بدي شاب حلو يعني ما يستغل الموقف وما تكون نيته سيئة معي، متعلم وشخصية ويكون بيفهم بكل شي. إيه صح. لقيتها. أنا بتوقع إنه في حدا قريب منا رح يقدر ينفعنا. شايفك تحسنتي؟ إيه تحسنت، المكان هون كتير حلو ومنعش، بيريح ورواق. يوم عن يوم عم حس إنه وضعي أحسن من قبل، وكل الفضل لعائلتكم، هن ساعدوني لصرت منيحة. المهم تحسنتي، شو أخبار أهلك؟ الصبح حكيتهم مثل العادة، طالعين على إيطاليا، يمكن المساء يوصلوا لهنيك. مزاجهم معكر، وهي الرحلة رح تفيدهم كتير على فكرة. إيه وإمتى الفحص؟ بعد 10 أيام. في شي لازمك؟ شكراً. وقفتك جنبي مستحيل انساها بحياتي مراد. ولا يهمك. وهلا اذا بتسمحي لي بدي اشوف اهلي، ماشي؟ طبعا اكيد بشوفك. هذا هو الموضوع كله، وانا حكيت لك كل شي عندي. أرهوم، ألو، شو صار لك؟ راح الولد. أكيد لما سمع قصته لحياة ما تحمل وزعل لأنه هيك صار، عقله ما استوعب، يعني القصة مو سهلة، فهماني عليه. والله الموضوع صعب، مو سهل أبدا. يبدو في كذبة كبيرة، أنا شايف هذا الشيء كتير غلط، هذا رأيي. إيه الموضوع صعب وما نو سهل مثل ما قلت، وفي كذبة بس هو الحل الوحيد. شو قلت؟ رح تساعدنا بهالتمثيلية؟ أنور، في شي مرة احتجتني وما لقيتني قدامك فورا؟ لك قلي ولا تخجل، يلا احكي بصراحة، أنا منيح ولا لا؟ قلي. لك شو هالحكي اللي عم تحكي معه؟ أنور لا تنسى بالنهاية أنا إنسان وممكن إني أغلط وإنسى كمان. يلا قول بسرعة، قول اللي بدك يا، احكي اللي جواتك، أنا ناطرك، احكي يلا. انت منيح يا كرم ومستحيل تعمل هالشيء. لكن هالبنت شو مشكلتها معي؟ فهمني بس، قلي شلون بدي ارضيها؟ اذا بتعرف لك شي طريقه قلي. لك كل ما تعذبت اكثر بتكون هي مبسوطه، يعني بتكرهني؟ انا ما ضايقتها، دائما بسايرها. تعرف شو قلت لها؟ بموت حالي كرمالك. قامت اتطلعت فيني وقالت لي بصوت واطي، وانا شو بدي فيك وقتها؟ يعني اسف على كلامي صبايا، بس شايف انه الموضوع فيه ولدني. انت برايك العداله ولدني؟ العداله مو هيك بتتحقق. الله أعلم شو وضعه للزلمة، ما فينا نعرف شو صاير معه. كلامك كله صح إبراهيم، يمكن تكون هالخطة مولدنة كتير، بس من وقت اللي عرفت مراد وأنا راكدة وراه وبحس حالي كتير بفهمه. يمكن بالأول أنا كذبت، بس حبي ومشاعري كانوا صادقين. بدي أعرف رح يحارب كرمالي ولا لا، وأنا على هالأساس رح كمل بحياتي، وانت الوحيد هلأ اللي بتنقذني إذا ساعدتني.
طيب أنا موافق. يا سلام. ممتاز. بس في مشكلة. اسمعيني، كيف رح يعرف مراد بإبراهيم؟ طيب لنفترض أنه زبطت اللعبة وأنت وإبراهيم رح تشوفوا بعضكم، مراد شلون رح يعرف بالمكان يا حلوة؟ يعني كيف رح نسحبه لعندك؟ يعني هاي الشغلة بالذات ما فكرنا فيها بالمرة، صح؟